شلونك عمي ابو حسين؟ كيف صحتك وكيف الغالي ابن حسين؟ اهلين بالغالي ابن الغالي، الحمد لله رضا. ابو حسين ورحمه الغالي وحياه اللي حطهم بوجهك. ما بيشبه هذا الممثل التركي الاشراني بيحبوه نسوان كثير، شفت لي اسمه؟ شو اسمه؟ هيك هذا مهند؟ مهند هو ذاته. لا يا ابني ما بدي مهند، بدي تامر حسني، بحبوه نسوان كلهم هذا بابا. بس وحياه اللي خلقك الخالق الناطري مهند. بدي استني اللي خلقه لك ان شاء الله ما بحترمك وش. خير يا ابني شوفي والله شغلت لي بالي. انا اقتنعت بفكرتك تبع التمثيل ورح ساوي لك فيلم وما حدا احسن من حدا. الله يخلي لي اياك يا ابي، الله يديم عزك، ان شاء الله ما بيحرمنا اياك يا ربي يا رب. وهلا شو بدنا نساوي مشان نبلش؟ ما بدا شيء يا ابي صغيري، بس بدنا مخرج وهذا اللي بيكتب الفيلم ورئيس الانتاج. حجي الله يرضى على اسمك، بدنا نشتغل على النص. لك شوي نشتغل على النص؟ لك والله ما بعرف حجي، بس هيك سمعتهم بالقهوة عم يحكوا بين بعضهم. مثل ما بدك نشتغل على النص. يا ابي محمد جيب لي هدول اللي حكيت لي عنهم الله يرضى عليك. لعيونك يا ابي بكره بكونوا عندك بكره صباحا، بدك شيء يا ابو حسين؟ لك الله يحميك روح. الله يعطيكم العافيه خاطركم. شو الغالي؟ كيف ظني هيك؟ عاد حجي مو على راسي ابو حسين، تفضل هي شو. مرحبا معلم، حضرتك مخرج شيء؟ شو شايف؟ انا عم صور. علم انت بتكتب افلام شي؟ لا سكريبت. علم مرحبا، انت رئيس انتاج شي؟ شو عم تسال استاذ؟ يعني شو بحسن في دبل؟ بدي كاتب ومخرج ورئيس انتاج. وشو بدك فيهم يعني؟ هذا ابي الله يخلي لي اياه، بده يتاجر فيلم وانا البطل تبعه. ولا يهمك، انت اعطيني العنوان وانا براسي ببعثه لعندك، بس بدك تكرمنا استاذ. اخي خلاص انا بكرمك، انت بعت لي اياه هون وخلاص ما بكون الا مبسوط مني. بدك شيء غيره؟ غيره مثل شو يعني؟ ممثلين، ممثلات، خريجين، شو بدك شيء ثاني انت بتطلبه من اخوك ابو سعيد؟ لا 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 ما بدي شيء غير هدول، خلص جيب لي اياه هون وانا بعدين بشوفك ومتفق. شوف خواجانا من اولها لا ابوك ولا ابو الشيطان، قال لي بده يشتغل معي، بده يشتري بيني وبينه كعك شاي وهي كعكه. يا ربي ربك اعطيني كعكه ما بدي اشتري. لعيونك وها انت هنا تفضل. خلينا اياك يا حجي. هلا ما بنبلش بالشغل، كل شيء صار زائد. انت بس بعد اذنك. بدنا نبني كام لوكيشن من شغل. شو؟ شو هاي لوكيشن ما لوكيشن؟ انا بدي اشتغل بالبناء ما كنت ساوي الفيلم. الله يرضى عليك، انت اي شيء بيت قديم عتيق بتصور فيه. تتمر حجي وحياتك ما تزعلك. ايوه. ايه سيدي. بس في شغله بتسالك يا قبل ما احكي لك كلمه هيك ملتفت. مين البطله؟ قال امي هي بتشبه البطله وحابه تمثل الدور، بعدين هيك بيطلع حقيقي اكثر اني انا البطل وهي امي. كله بسيط. بس يا جماعة بدي لكم شغلة، يلي لعبت دور أم البطل بالفيلم هي أنجلينا جولي. شرفنا خيو، وهي محمد على سنه رمى. شوي قلينا انقلينا، أنا من صغري ما بحبها وكنت ضايع وقت كنت أعقلها. ما بدك تصير حجي، ما بدك تصير. يعني إذا بتلاقي لنا دور لأبو حسين هذا صديقنا وحبيبنا وبدنا نخدمه. على راسي يا حجي أنت بتأمر، رح أعطيه دور المعلم. لا أنا المعلم هون. على راسي ورح تضلني معلم، قصدي دور الاستاذ. ايوه قلعني، قول تعال قول. تأمر. ماما لا تخاف من اللي ببطني، هذا ابن برات البيت، يعني انت ما لازم تخدم شيء. انا بحبك. هلا بدهم يروحوا يتجوزوا وينبسطوا. بدهم يتركوا بقيت روح المعركة إن شاء الله، بس أنا ما بدي إياك لأنه أنا بحبها. أنا أمها، أنا الوحيدة اللي بحبها. يا مو لا تخافي، لا تتوقعي إنه ممكن أبي ياخذ منك أي شغلة أعطاك إياها. والله عليك يا أبي الله يرحمك. فهمني منيح، أنا الوحيدة اللي بحبك بالعالم، لازم أنا أضل معك. واخذت واحد. ليش يا مو دخلك؟ وين هي الحقيقة؟ الحقيقة إنه أبوك أجدد، قصدي مورثاته ضعيفة، بس أنا مورثاتي قوي وبدي إياك تطلع قريب. إيه
انت لازم تقول الملكه الجديده مو المره الجديده. ليش؟ وشو الفرق سيد راسي؟ فرقت كثير يا استاذ ابو حسين، لانه هاي بالفيلم، هديك برات الفيلم. ايه شو علي؟ مثل ما بدك، منعيد. يلا قولوا خمسه. ولا هاي نهايه الكلام، تتطاول على عم ابو حسين الا ابو حسين. لا ما انا عمي، لا انا عمي، لا بس عليكم عمي. لك عمك خصمنا عمك. يلا طخي على ايده وبوسك البنات وحطها على راسك وقول له دخلي لعبدك سامحني، دخلي لعبدك سامحني. يلا لا ما بوس ايده اذا بدك تروح راسه بالحيطان كلها. لا بدك تبوس ايده غصب. يلا انسان طويل مثل امك بدي اخذ بيتك وتقول له يا جيب سيره تبني على لسانك، ها ما بسمح لك اعمل لك، ها لا جيب سيره تبني. يلا انت واحد شرير شاي وما بين بخير مصلحتك. ماشي ماشي، بكره بس بدك تتعرف على واحد يتجوزها لا تلومني ليش ما عزمتك على عرسها. قلبي ربي غضبان على قلبي ربي غضبان على روي 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 مشان الله روي روي يا الله لك بتجننوا كثير حلوه التمثيل. لك شو تمثيل؟ لك هذا من امك؟ هذا مخطوط؟ مخطوط؟ هو يا حبيبي هو مشان الله، ايده ما تعطي مشان الله لو لا تفقد انا. صب لي شاي ابو حسين على راسي. صب لي. شر الحظ. ما بيعطيني ليه؟ لك بتجننوا والله العظيم بتجننوا عن جد يعني. هلا 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 هذا تمثيل ولا عن جد انتوا عم تعملوه؟
الولد مريض يا جماعة، الولد مريض يا جماعة. ابني ابني كيف يجيء بعدك؟ من متى سيتوفى؟ يعني تموت لا سمح الله. سلامة قلبك يا ما على قلبك شر. اعتبرني عمو محمد. لك انت زعلان مني لك عمو؟ ايه زعلان منك كثير كمان. مش هالقوله بقدر زعلك عمو، لا تواخذني. قول مسامحك، قول مسامحك. لا ماني مسامحه. بوز ايدك. اوكي اوكي يا جماعه، يا سلام عليكم. بتجنن. هلا في عندنا مقطع كثير مهم بالنسبه لك. هلا بقول له للانتاج يبخ ولو مصاريكم سيبها. ايه هلا استاذ محمد، انت بتمسك الخاتم هيك بتطلع فيه بتطلع فيه وتزكه مشان شو؟ هذا دلاله على انه وضعك تعطيه على عمو. بس بتعرف اني انا يمكن اذا بدور هيك بالقفا وكبه كبله ورا بيطلع احلى. تحب تكبه بالقفا وين ما تحب تكبه ما في مشكله. ايه جاهزين هلا؟ جاهزين. يلا قولوا خمسه بس كبه بسرعه قبلي مشان ما نضلس كثير. ان شاء الله قرص خمسه. قلت لكم خمسه. شكراً أستاذ محمد، ضربة موفقة.